صباح الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرينكس وجيب. اوكي، طبعا درس اليوم درس مختلف، درس عن كثب شوي. طبعا جبتهم شوي نتحرك الكام خلص شوي، لان اليوم باخذ الكام هذه وبنزله على الاندرويد، بنسوي كيف نقدر نضبط الاندرويد مع الاون كلاود. تمام، اليوم بنتكلم عن شو اسمه، عن كثب. اليوم بتكلم عن كل شيء عن كثب. بتكلم عن التقويم، جهات الاتصال، وايضا برنامج المزامن الخاص بالاون كلاود. تمام، بنشوف كيف نقدر اننا نوصلهم، كيف نقدر اننا نضبط المضبيط. طبعا زي ما انتم عارفين انه الاندرويد يدعم خاصيه التزامن مع الاون كلاود عن طريق الكال داف، وفي برنامج ثاني اسمه درويد داف، وعن طريق نفس الاون كلاود نفس البرنامج عشان التخزين. المميز بالموضوع انه اساسا الاون كلاود اللي يسمى الهدف الاساسي منه هو التخزين، يعني مو عشان مزامنة، لكن في حاجات حلوه بتساعدنا على اننا نسوي مزامنه. طيب اليوم هذا الجوال راح اطلعه من الحسبه. طبعا هذا جوال افتراضي، جبت جوالي الحبيب الثاني الحلو حق التجارب اللي هو هذا. تمام، ال HTC HD2. تمام، راح ننزل عليه الحين نشوف ايش راح نسوي. بسم الله. اوكي، غمضوا شوي لما اقول لك فتح علشان ما يصدع راسك من الحوسه. ايوه بسم الله، ببطن الشاشه. ايوه بسم الله. طيب راح ندخل بسم الله الرحيم على هذا الجوال الجميل. اول حاجه راح اسوي اتحمل البرنامج هذا اللي اسمه اف درويد. طبعا راح تقول لي ليش احمل اف درويد؟ ببساطه شديده، لان هذا البرنامج الاف درويد برنامج يعطيك خصائص كثيره جدا 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 للبرامج. طبعا من اهم واجمل الخصائص هذه هي خاصيه انه يعطيك شو اسمه، ايش قالوا هذا، برامج حره مفتوحه المصدر والى اخره. طبعا كل اغلب البرامج اللي موجوده هنا تحت ترخيص شو اسمه، يعني البرمجيات الحره، اما يكون تحت رخصه اباتشي او تحت رخصه كينو ايا كان. ادخل على المتصفح، طبعا هذا رابط الموقع فوق زفزفين fdroid.org. تمام، ما عليك الا انك تضغط على زر داونلود اف درويد. طبعا هذه الصفحه شوي كانه زايد نوره، تمام، او كاني انا شوي مضيع. عموما راح نضغط على داونلود، وبعدين بعد التحميل ان شاء الله خلاص. طيب هذه بعد التحميل راح نفتح البرنامج ان شاء الله. نبحث هنا عن طريق على اول حاجه اللي هي برنامج الاون كلاود. اون كلاود، طيب هذا الاون كلاود. طبعا برنامج الاون كلاود على المتجر الافتراضي حق الجوجل بفلوس، زين، ولكن هنا مجانا. ليش؟ لانه اساسا البرنامج اول شيء برنامج حر زي ما تشوفون تحت تقصد جي بي ال فيرجن 3. اوكي، هذا البرنامج ليش مجاني هنا؟ اساسا البرنامج مجاني، ولكن لانهم يدفعون فلوس لجوجل فهم راح ياخذون منك حوالي يعني مبلغ بسيط، حوالي والله اعتقد اقل من دولار. طيب التحميل من هنا. اوكي، راح ننظر لحد ما نخلص التحميل. احس اني ارج كثير، يتحملوا شوي. لا لا لا. اوكي، طبعا بطريقة ما انت راح يظهر لك اللي هو التعديل. يعني كان يحس ان البتاع هذا شوي زايد لونه، خلونا نشوف وين راح. هذا لا مو بذا، هذا صديق، اصبر شوي خلونا نخر هذه شوي. ايوه هذا، تمام. طبعا ادري حششت بكم شوي اليوم، ولكن الدرس جديد علي، حتى انا اول مرة اسوي درس بالطريقة هذه، لذلك مجرد انه بعطيكم بس فكره انه كيف نقدر نستخدم الشغلانه هذه. طيب نرجع. اوكي احسن كثير. طبعا اذا كان عندك الاصدار هذه نفسها اللي استخدمها الاندرويد بيجيك خيارين. اذا كان عندك طبعا خدمات جوجل اللي هنا، طبعا الجوال هذا عليه خدمات جوجل لانه مو بجوالي الافتراضي، جوالي الافتراضي ما عليه خدمات جوجل ولا اعترف خدمات جوجل، ولكن هنا من باب اللعب راح اختار باكج انستولر، ثم اختار جاست وانس او اولويز زي ما تبي. تمام، طيب اوكي شوي خلينا نبعد. طيب زي ما انتم شايفين هذا الاون كلاود، وهذه التصريح الخاصة بالون كلاود. خلي يضبط المزبيط، ضبط يا مدير. اوكي، زي ما انتم شايفين الحاجات عادية جدا، اللي هي لوحة قيمة الحصول للحسابات علشان حسابات التخزين، لوحة قيمة الدخول على الفون كولز، هذه ما ادري ليش. تمام، الخاصية ما سألتهم، انا اثق بهم لذلك ما حسألهم. طبعا اذا حاب تدخل شوية تفاصيل اكثر ممكن تدخل هنا. طيب سوي انستول، خلصنا. طبعا قاعد نسوي انستولنج هو، اشوف المودم هناك. طيب الحين راح نسوي اوبن. طبعا هذا هو البرنامج الخاص الافتراضي للمزامنه. تمام، راح يسالك هنا عن الاعدادات الاون كلاود حقتك الافتراضيه. خلينا نقصر اضاءه الشاشه شوي. ديسبلاي، بعدين راح نروح للبرايتنس، شيل هذه. طيب اوكي اعتقد كذا احسن كثير، خلينا نزيد شوي بس. اوكي طيب نرجع لموضوعنا اللي هو وين راح. يوه الاصدار ذي معرفه، راي شلون ارجع برامج مفتوحه. ايه طيب
راح نلقاه هنا. وين راح؟ بوب اون كلاود، هذا هو. اوكي طبعا زي ما انتم شايفين هنا يقول لك اللي هو العنوان اللي فوق طبعا، هذا سيرفر ادرس او ايا كان اللي طبعا عنوان السيرفر اللي عندك. تمام، مو مبين عندي شوي هنا لكن مكتوب سيرفر ادرس. خلينا نقصر الاضاءه اكثر، نكتم ام الاضاءه الحين. درس طويل شكله. انشر، وين راح؟ ديسبلاي برايتنس. شيل يا اخي، ايش الكلام هذا؟ والله العظيم توي حاطه ذا وحاطه تلقائي هو من نفسه. طيب نرجع للاون كلاود مره ثانيه. اوكي حلو، حلو جدا جدا. زين شايفين السيرفر ادرس، طبعا اذا كان عندك في البيت انت ما حاب انه يربط على الانترنت، وهذا طبعا طريقه امنه جدا انه يكون الاون كلاود حقك بالبيت وسيرفر محلي بالبيت ما يربط. لكن اذا حاب تربطه بالانترنت ممكن تحط رابط الانترنت اللي حطيته هنا. راح نتكلم بدرس مستقل ما له علاقه بالاون كلاود وكيف نربط سيرفرنا بالانترنت، لكن حاليا انا راح استخدم عنوان الاي بي العادي اللي احنا سويناه قبل اللي هو 192.168.1.8 طبعا عفوا 1.7. هو الدرس اللي تكلمت به قبل عن طريقه تثبيت الاي بي، اذا انتم تابعتم راح تعرفون. طيب راح نكتب هنا http زي ما انتم شايفين. اوكي ثم نروح نحط نقطتين شخطتين زي ما انتم شايفين. حلو شوي الفوكس ضيعتنا هنا هنا وي. طب راح تحط رابط هنا بس ما عليك انك تكتب رابط. اوكي ثم راح نكتب اللي هو 192.168.1.7 تمام. ثم تحط هذه العلامة ثم تكتب on cloud هنا on cloud. طبعا ليش؟ لان هذا رابط الاون كلاود عندي على السيرفر. اليوزر نيم طبعا احنا كتبنا عبد المجيب. لاحظوا قال connection established يعني انه لقى الاون كلاود. راح نحط عبد المجيب هنا تمام. راح نحط الباسورد اللي هو 6 وحدات حطيناها من قبل. طيب الحين راح نضغط على دان. دان يا عزيزي. اوكي قال لك في مشكله رونج يوزر نيم اور باسورد. انا اكتب الاسم غلط عبد المجيب. طيب الحين نجرب مره ثانيه. دان برضو لا. اوكي تمام. لاحظ انه هنا راح يودينا الحين على الكلاود. تمام طبعا شو اسمه الكلاود عندي الحين يقول لك انفورشنتلي توك. حبيبي انا مطفيه اصلا. هذا الكلاود عندي. تقدر من هنا ترفع. اوكي لو ضبطنا المزبيط شوي على هنا تقدر من هنا ترفع زي ما تشوف ريفريش اكاونت كرييت دايركتوري اللي هي مجلد ابلود او سيتنجز. يهمنا ندخل على السيتنجز اوريكم كم شغله. بس لاحظ انه هنا في ابلود اللي هو انيبل انستنت ابلود. الميزه هنا هي انه اي صوره تاخذ راح يرفع تلقائيا على الاون كلاود. حطينا علامه صح هنا تمام. طبعا هذه مفعله عندي افتراضيا. في هنا ابلود فيا واي فاي، لما تحط علامه صح يرفع بالواي فاي فقط ما راح يرفع عن طريق اللي هي البيانات عندك. طبعا ليش حطيت واي فاي؟ زي ما تعرف انه اذا كان بالبيت السيرفر اساسا ما راح تستخدم الواي فاي عشان ما يكلفك ايضا راح تحط واي فاي فقط. طيب اعتقد انه الى هنا بس هو اللي يهمك تعرفه عن الاون كلاود. حاجات الباقي ممكن هنا تضغط بزر اليمين ممكن تسوي رينيم موف ريموف ممكن تدخل تسوي اللي تبي. هذه هي طريقه الملفات. طيب الطريقه الثانيه اللي هو البرنامج الثاني راح اتكلم عنه الحين وهو برنامج درويد داف. درويد داف طبعا يحتاج انك تدخل من المتصفح اول عشان تحصل على رابط معين، ولكن خلونا نشوف درويد داف. طيب درويد هذا اسمه درويد. طبعا اذا كتبت اسمه انا ما اقدر هنا. طيب هذا اسمه طبعا درويد داف. هذا الميز به انه يسوي لك مزامنة لجهات هو الاتصال. لا مو بجهات الاتصال، هذا يسوي مزامنة للتقويم وجهات الاتصال. جهات الاتصال. طيب جو اطلع جو ابحث افا توش تلقيك درويد داف. اسمه غريب صراحة، اول مرة اشوفه بالشكل هذا. درويد داف بالشكل هذا. خلينا نجرب يمكن نشيل اسمه. ايش دعوه داف درويد يا اخي بجنبي على الجهاز الثاني بس ما ادري ليش ما ناظره. داف درويد. اوكي اسمه داف درويد تمام. راح ننزل البرنامج هذا. طبعا برضه برنامج جميل جدا تحت رخصه اللي هي جنو العموميه. طيب زي ما انتم شايفين قاعد يحمل. اوكي خلصنا نفس الطريقه اللي قبل شوي جاست وانس ولا اولويز اللي تبي تمام. هنا في بعض الاشياء اذا حاب تقراه انستول انتظر شوي لحد ما يخلص. يلا يا مدير كبير خلصنا. اوكي اب انستولد. اذا قال كاب انستولد خلصنا. افتح البرنامج الحين
هنا فيه كلام فاضي عن النسخة وإلى آخره. البرنامج استخدامه من هنا، البرنامج استخدامه من هنا من الإعدادات. طبعا راح تنزل تحت لما الأكاونت تسوي آد أكاونت. طبعا زي ما شايفين أون كلاود طلع عندي أكاونت. آد أكاونت راح أختار من هنا درويد داب أو داب درويد. هنا راح أحط الرابط حق السيرفر. طبعا ما عندي HTTPS، عندي HTTP لأنه IP عادي. تمام. ثم راح أكتب هنا 192.168.1.7. اللي يختلف عندنا شوية الحين ما يكتفي نكتب on cloud وخلاص، on cloud لازم نعطيه رابط شو اسمه لا إله إلا الله جهات الاتصال. طيب وين حط الرابط جهات الاتصال؟ لو فتحنا متصفح، أوكي نزلنا الكاميرا شوية كذا، ورحنا فتحنا المتصفح ميدوري، تمام، وروح لجهات الاتصال هنا الكونتاكت، اوكي. طبعا حساب يوزر التيتشر هذا ما في شيء، خلي اطلع ادخل حساب المجيب. طبعا قاعد اكتب يد واحد تتحمله المجيب، نحط الباسورد اللي هو 6 وحدات، نروح الكالندر الحين نحصل هنا رابط، شايفين هذا؟ هذا الرابط راح تكتبه نفسه في الجوال، اوكي هنا خلونا نضبط البتاع راحت الكاميرا، اوكي. بعدها راح نكتب هنا الرابط اللي قبل شوي، راح نكتب طبعا حافظه هنا remote.php ماشي، ثم نكتب هنا calendar هذا عشان التقويم، اوكي. طبعا غلطت اديكم التقويم، انا بجهة الاتصال هذا حق التقويم، لكن جهة الاتصال يختلف شوي، نفس الرابط لكنه contact dev عفوا ذا card dev. راح اجي هنا من راح هنا راح اضغط على الرابط هذا، هو هذا، هذا هو اوكي كارد داب نفسه بالضبط، لكن بيختلف اخر شيء انه بيعطيك الاسم كامل كنت الين اخر شيء. طبعا هذا ليش؟ لانه في عندك 2 ادرس بوكس مثل الدرس اللي راح، لكن انا راح استخدم كارد داب مباشره. تمام. طيب نرجع الفيديو، راح اختار ليو كارد كارد داف. طيب يوزر نيم عبد المجيب، يا رب ما يطفي الجوال قبل خلص، والباسورد اللي هو 6 وحدات. تم. اوكي لاحظ ان اعطاك اللي هي الجهات اللي عندك ايهم تبي، يقول لك سيلكت وان ادرس تابع جين سيلكت. طيب يقول لك اختار واحد من هذول، ايهم تبي تصير مزامن، هل هو فوق ولا تحت؟ ممكن اسوي دوس من هنا على الكونتاكت. تمام. اذا انت حاب تجيب كل الاثنين سوي العمليه مره ثانيه. طيب وش حاب تسميه؟ انا والله حاب اسميه اون كلاود. هنا اون كلاود صح، اوكي خلصنا. الحين عندنا هذا الداف درويد. طبعا خيخ انجلاند، طبعا خلاص الحين جهات الاتصال الموجوده على الداف درويد راح تحصلها. عشان اضمن انكم ما تشوفون جهات الاتصال حقتي خلوا اخر جوال واشوف. الكونتاكت ديسبلاي، اوكي طبعا انا اخترت اللي هو الكونتاكت ديسبلاي اللي هي الاون كلاود، طلع لي عبد المجيب حميد الحين. طبعا اي شيء اسويه هنا اضيفه هنا راح يروح للكلاود عندي تلقائيا، لما اضيف رقم هنا الحين امبورت لا هنا. تمام. راح يقول لي ايهم تبي، تبي على شو اسمه جوجل ولا تبي على درويد داب؟ راح اختار على الاون كلاود، راح اختار اس اي عشوائي حمد مثلا. تمام. وكل دان. تمام. الحين هذا الكونتاكت اسمه محمد راح على الاون كلاود، حبينا نشيك. طبعا لا تنسى تفعل خاصية المزامنة، اذا خاصية المزامنة عندك على الجوال طافي شغله. طبعا يمكن ياخذ شوي علشان المزامنة، ممكن اني مطفي اصلا المزامنة عندي، خلونا نتاكد ان عندي مزامنة. ايا على اي حال هو راح يجي بعد شوي لل شو اسمه للكلاود عندي. تمام. ما عندنا مشاكل، نطفي المزامنة وتبي شغلان عشان نطلعها. النقطة الأخيرة هي نقطة التقويم، نفس الطريقة تماما. حلو هذه صفحتي قاعدة أصلحها ما اجتابها. طيب نفس الطريقة بالضبط، ولكن اللي يختلف عندنا الحين شغلة ثانية اللي هو مكان الرابط. بس نروح الكالندر، نروح هنا راح أخذ الرابط هذا، أوكي. طيب لكن في برنامج طبعا تحتاج أنك تثبته يسمى كالداف. أنا قاعد أشرح على الجوال وأنا ما فتحت الكاميرا. طيب نقول بسم الله، نفتح البرنامج مرة ثانية.
نجيب الاندرويد. طيب راح نكتب كالداب. طبعا في برامج كثيره لكن انا افضل هذولي ما ادري ليش عشان استخدمتهن يعني. هذا الكالداب راح احمله. انتظر شوي. راح نعطيه هنا حط اولويز ولا حط اللي تبي اولويز في شيء له. طيب انستول قاعد يسوي انستولنج الحين. خلصنا دان. بعد ما خلصنا ايش راح نسوي؟ راح نروح لم الحسابات مره ثانيه. اوكي راح نسوي اد اكاونت ثم راح نختار اللي هو وين راح. هذا هو ايوه كالداف. طبعا راح يسالك نفس السؤال. حط الرابط حط ما ادري وش هو حط كل شيء نفس قبل شوي. طب راح احط الرابط مره ثانيه http. خلاص دريني كنت اقلب البطاريه http ثم اي نحط هذه 192 بينا كيبورد زي الناس 192 168 17 اون كلاود طبعا ثم احط اللي هو اللي قبل شوي ريموت يب ريموت دوت بي اتش بي ثم نحط البتاعة هذه ثم نكتب هنا كال داب نحط اليوزر والباسورد عبدو المجيب. اوكي ثم نحط الباسورد اللي هو 123456 ممكن تسميه هنا اون كلاود لو حاب تسميه اون كلاود. طيب جاهزين الحين. اوكي جاهزين. راح نروح هنا نسوي ساين ان او ريجستر تيستين كونكشن. تمام خلصنا. الحين راح نروح نشوف التقويم. يا كالندري هذا الكالندر. اوكي اوبي حبيبي تشوفون ايش اسمه تقويم الجوجل حقي. طيب ايفنتس حطينا الله يسلمكم عندنا ويك. تمام سوينا ريفريش جيب لي الحركات الحلوه تو. اوكي طلعوا. طبعا طلع عندي حاجات كثيره ما دريت ان عندي دراسه انا صراحه اللي مشيت التقويم. اوكي طبعا صار لي فتره ما شفت البتاع هذا لكن طلع عندي الشغلات اللي حقت التقويم. انا ابي اطلع ايش اسمه. ايوه كالندر ديسبلاي. اي حبيب قلبي انت اعطنا اون كلاود بس. اوكي الحين نرجع نشوف. طيب زي ما انتم شايفين انا خرست لكم حركات بالدرس اللي راح انه اجتماع واجب ومدري وش زي ما انتم شايفين طلعن برضه نفس الطريقه. لو اضفت اي شيء هنا الحين راح ينتقل عندي على الكلاود مباشره. طبعا الدرس شوي حوس مو مرتب عذرا لاني ما انا بشوي يعني اول مره نسوي شو اسمه بتاع هذا طلع وجهي اسود الحين عقب الاضاءه خربته. فيعني نشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي. اللي صدع راسه من حركه الكاميرا اليوم سوي له واحد شاي يشرب شاي ونشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي في امان الله.